التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء، والتحية متواصلة مع شوط صباحي هذا اليوم مع شوط الكبار. بعدما تابعنا الشوط الماضي وشوط المهجنات كانت شموخ مانع بن علي بن محمد بن حمد الشامسي سجلت توقيت من المدارة 9:25 تهالينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الثالث خصص مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام للزمول المحليات على صايل هجن أبناء القبائل وستة كيلومترات الرحلة الصباحية التي تأتي بالانطلاق الصباحي مباشرة مع بانكوك. ناصر بن محفوظ بن خميس علي نيبي يأتي على الصدارة ويقدم انطلاقة بانكوك على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني الغدوم في هذه اللحظات مع مرحب سيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري خذ المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم هملول يقدم في هذه اللحظات أحمد بن سعيد بن محمد الكليل العامري ياتي شعار زينة يقدم لنا انطلاقة هملول مع المركز هنا أيضا الثالث، بينما المركز الرابع المركز الرابع الحضور مع المايدي شاهين بخلفان بن راشد المزروعي يقدم انطلاقة المايدي أو هذا حامل رقم 14 يتقدم في هذه اللحظات وينطلق في هذا المسار المستمر مفرج. محمد بن راشد بن سعيد الاكتبي خذ المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس الوصول والتقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد من خلال حضور من خلال تقدم في هذا المسار المستمر يتقدم الشامخ ومحمد بن سعيد بن عبد الله الرميثي ياتي مع الشامخ مع المركز هنا ايضا مع المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس يتقدم الكايد معضد بن خليفه بن راشد المهيري ياتي مع الكايد مع المركز السادس. المركز السابع شوف الحضور مع مستحيل راشد بن جوهر بن كلفوت الشامخ ياتي مع مستحيل مع المركز هنا ايضا مع المركز السابع في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن القدوم والتقدم من خلال شاهين عامر بن عوض بن عدان الصيعري ياتي بعوض يقدم شعاره مع المركز هنا ايضا الثامن، بينما المركز التاسع القدوم والتقدم في هذه الانطلاقه المتواصله من خلال تقدم في هذا المسار المستمر يتقدم في هذه اللحظات. وبران سعيد بن محمد بن عصر الخيلي ياتي مع وبران في هذه اللحظات. المركز العاشر يتقدم مشكور سالم بن سعيد بن منانة. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة المنطلقة المبدعة بالأداء والتحدي مع حقنا أبناء القبائل. بنوك الانتاج مستقبلا المحليات الأصايل الحاضرة والمنطلقة في المسار الأول بالتحدي الأول بالإبداع الأول هنا أيضا للمحليات الأصايل. يا سلام، ولكن نعود حيث البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع المركز الأول مع بداية المسار مع مقدمة الإبداع مع مقدمة التحدي مع مقدمة الإثارة. من يتقدم على البداية ويتسيد الموقف حتى هذه اللحظات مع مقدمة هذا الشوط بانكوك على البداية على صدارة المسار. ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي ياتي على الصدارة يتقدم على البداية يقدم شعاره في هذه اللحظات. الشعار العيناوي ياتي على بداية المسار على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني القدوم في هذه اللحظة مع مرحب وسيف بن راشد بن محمد بن ملاح المنصوري خذ المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم هملول أحمد بن سعيد بن محمد الكليل العامري خذ المركز الثالث. المركز الرابع الكايد يقدم الكايد معضد بن خليفة بن راشد بن عمان المهيري خذ المركز الرابع. المركز الخامس هذا الشامخ محمد بن سعيد بن عبد الله الرميثي ياتي ويقدم شعاره مع
المركز الخامس، أما المركز السادس يتقدم مفرق محمد الراشد بن سعيد بن حمود الاكتبي، يقدم لنا انطلاقة مفرق مع المركز هنا أيضا السادس. بينما المركز السابع يتقدم مستحيل راشد بن جوهر بن كلبوت الشامسي مع مستحيل مع المركز هنا أيضا السابع. بينما المركز الثامن شعار هنا أيضا بن عدال الصعري، فاجانا بالدخول في هذه اللحظات وبتدخل في هذه الانطلاقة من خلال تواجد من خلال حضور في هذه اللحظات شاهين عامر بن عوض بن عدان الصعري. ارصد بقية الأسماء، ارصد بقية الشعارات المنطلقة بالمسار الأول المندفعة بالتحدي الأول للزمول المحليات الأصائل. ولكن نعود مع المقدمة، نعود مع الصدارة. بانكوك على البداية يتقدم على الصدارة، الزعيم العيناوي ياتي على صدارة المسار، يقدم انطلاقة بانكوك على المقدمة على الصدارة. ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي على صدارة المسار، وصل بوعوض في هذه اللحظات. عامر بن عوض بن عدان الصعري يقدم لنا انطلاقة شاهين مع المركز هنا ايضا ثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث بن عمان قادم مع الكايد تابع الأسماء الأخرى الهاجمة الغازية نحو ركب الصدارة. ولكن بانكوك على البداية، تحرك بانكوك على المقدمة على الصدارة. ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي أبو عوض قادم مع المركز الثاني مع شاهين عامر بن عوض بن عدان الصعري، والمنطلق في هذه اللحظات والمندفع بالاندفاع الكبير بانكوك على المقدمة. ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي ياتي على الصدارة، ايضا بوعوض محاولات مستمرة مع المركز الثاني. واللحظات الاخيرة بانكوك الزعيم العيناوي يتقدم على البداية مع بانكوك على مقدمة الانطلاق الشوط الرئيسي للزمول المحليات الأصايل مع الزعيم العيناوي. تهانينا والناموس لداعم هذا الشعار محفوظ بن خميس الينيبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. لحظات وصول بانكوك عبور إلى خط النهاية معلن ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك بانكوك ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي. تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهين عامر بن عوض بن عدان الصعري، ثالثا دهام راشد بن حمد بن ضعيف الاكتبي، المركز الرابع كان مفرق هنا محمد بن راشد بن سعيد الاكتبي، والمركز الخامس كان وبران سعيد بن محمد بالعصري الاخيري. هذه النتيجة. التوقيت الزمني ساعة وصول بانكوك لناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي 9 دقائق 35 ثانية. تهانينا والناموس. 9 دقائق 35 ثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين في صباحي هذا اليوم.